فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. بداية تحديثنا باش تكون اكيد بالحدث اللي يبدا بعد ايام قليله، الالعاب الاولمبيه. بجعانا بالتليفون رئيس الوفد التونسي في اولمبياد طوكيو مباشره من طوكيو، السيد رضا المناعي. سيد رضا، اهلا بك. اهلا وسهلا، سلام، مرحبا بك. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله شوي تعب من لاباس. طمنا على كل الوفد سيد رضا اللي وصل حاليا. على كل الى حد الان اللحظه هذه قدامي انا خليل الزندوقي اللي زال كوصل، هو والاطار الفني، الاطار الفني نتاعو جاي من ما جاش من تونس، جاي من كازاخستان اظن اخر واحد جاء. عندنا قريب 76 او 77 من الوفد دخلوا للقريه، كلهم لاباس عليهم الحمد لله، ما عندنا حتى مشاكل. قاعدين نبداو التدريبات اليوم، كلهم اغلب الرياضيين بداوا التدريبات الرسميه نتاعهم، حتى الطايرة عند المباراة ضد إيطاليا بعد غدوة قاعدين حضروا فيها. يعني الحمد لله كله لباس، كله ماشي الحمد لله. وعنا رياضيين أخرين جايين، عنا برمجة كاملة تاع مواعيد، غدوة جاية أونزياب والإطار الفني تاعها، بعد جاي ليت، بعد جاي للتليفوني، يعني كل عنا برنامج كامل مسطر. إلى حد الآن ما صارتش مشاكل الحمد لله لباس، وإن شاء الله الرياضيين يكونوا متألقين بعد هذه الكرة في ديهم. ما عندناش رياضيين قبل الافتتاح سيد رضا، الكل بعده؟ لا الكل بعد، ثم يوم الافتتاح الصباح أظن ثم رياضة تلعب يوم الافتتاح الصباح برك، البقية كل بعد الافتتاح. حبيت اسالك سيدا على اللي صار لألفة الشيرني في المطار، شنو بالضبط؟ شويه تعطيلات. لا ألفة الشيرني هو مش ألفة الشيرني، صار علاء العثماني عنده بيستوليه جديد سلاح، وسجلناه احنا رسميا في الاتحاد الدولي في اللجنه المنظمه للالعاب الاولمبيه من تونس مسجلينه، والحمد لله انه صالح بن يحيى المدرب نتاعه وهز معاه الوثائق الكل، واحنا قلنا له باش يهز الوثائق نتاعه كل وقت اللي وصل لغادي يلقى المسدس مش مسجل، دونك خذات اجراءات طويله برشا باش يسجلوه، باش يعطيوه الترمين نتاعه، باش كذا، هذاك اللي عطل الامور. وهي راهي بطبيعتها في مطار ناريتا في اليابان الناس كل هنا الوفد وكل تتسكر من التعطيلات، معناها وقت اللي وفد خمس ساعات في مطار عادي برشا. فما شكون قعد 10 ساعات، فما شكون قعد 12، مثال خليل الجندوب اليوم تعدى ديريكت عنده ما قعدش حتى ساعه ونص. فهمتني؟ شنو راجع هذا؟ نعم؟ لشنو راجع هذا؟ هذا يراجع اول حاجه على كثره الرياضيين اللي دخلت كل ما بعض البارح واليوم وغدوه. ثاني حاجه عندك التست اللي تعمل في المطار يزنوا النتيجه نتاعو. هذا كله يخلي العوامل معناها، وزيد الوضعيه تاع الكوفيد والاحتياطات العامينه في المطار هي اللي خلات الامور تتعطل، وهذا شيء عادي برشا بالنسبه للوضعيه مش عاديه. رغم هذا الكل ظهر رغم هذا الكل تم اكتشاف حاله ظهر اليوم في القريه الاولمبيه. احنا ما نخبيش عليك في القريه ما نحسوا بحد شيء وما يعلمونا بحد شيء. انا سمعت من تونس قالوا راهو فما حاله، احنا لا سمعنا ولا رينا، الناس عاديه، الناس تخدم عاديين، الناس تخرج وتفطر عاديين، اكيد اللي فما معناها احتياطات كبيره، ما تراهاش واحد قداش بغيت، ما تراهاش الناس قرب برشا لبعضها. اليوم حتى في المصباح جاء خلطت انا شخصيا معناها خلطت عليه في المطعم جاي يزور، معناها ننبه عليهم وردوا بالكم، ما نحبوش المشاكل، ما نحبوش الناس تمرض، ونحبوا نخرجوا معناها القريه الرياضيه نظيفه، والحق الناس كل محتاطه والناس كل معناها مطبق الاوامر الكل. اكيد توماس باخ باش الناس ما تعرفوش رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. باهي سيدي فا خلود الحليمي، الاشكال اللي صار معاها واللوجستيك، وانت كنت تحدثت عليها حتى كنت بحضرها هنا، قلت من الرياضيات اللي معامل عليها انت شخصيا، وين وصل الاشكال نتاعها؟ والله ساعة معامل عليها الحمد لله، انا لليوم باقي مأمن بها حتى اللي صار الاشكال، واليوم الاشكال تحل، واحنا قلت لك باتصال يوميا ساعتين معناها مرتين ثلاثة بخلود الحليمي ومدام مدربة فتحي المساوي، ومعناها خذاو التذاكر السفر يخرجوا غدوة، يوصلوا بعد غدوة لتوكيو ان شاء الله. اكيد ضيعت نهار خدمة، لكن الغالب اللي صار معناها ينجم كثير على كل واحد. شنو يرجع اللي صار؟ الفيديو اللي عملته ما كنتش معناها مانيش فرحان به، مانيش راضي، ما تجيش مكة خاصة أنت رياضية من ذلك خمس أيام على ألعاب أولمبية، من المفروض أن تتركز، تعرف اللي احنا الناس كلها بها الوزارة واللجنة الأولمبية، احنا خاصة من هنا نتبعوا فيها خطوة بخطوة في كياد، معناها وقتها كانت في كياد نتكلموا فيها، واو شو لازم تعمل، واو شو لازم تعمل، واو شو لازم تعمل، وراي الغلطة لا هي غلطة الجامعة، لا هي غلطة اللجنة الأولمبية، لا هي غلطة الوزارة، ولا هي غلطتها هي، الغلطة صارت من اللابوراتوار اللي عملت فيه تحليل،
ودائرة عملت شكاية رسمية للجنة الأولمبية الدولية مش ياخذوا موقف مع كالك لوبراتوار مش هو مش هذي بس ثم لوبراتوار في دول أخرى صار نفس الشيء. احنا حتى فارس البرجاني فارسه في لوسونجي معناها شوية لضيع الطيارة على حكاية معناها التحليل يجب أن يخرج في ورقة خاصة تاع ألعاب أولمبية وهم يخرجوا فيهم في أوراق عادية. هذا هو اللي علاش ما قبلوش الأمور. مشكلة نتاع كوميونيكاسيون معناها في معلومة ما وصلتش هكا. كوميونيكاسيون ممكن اللابوراتوار معناها مؤهل بس على كل هي تو الموضوع تحل والمشكلة تحلت وإن شاء الله إن شاء الله بعد غدوة صباح تكون عندنا في تركيا وقاعدين نتبعوا فيها. به الاخبار اللي فقنا عليه اليوم كل يوم ظهر فما جديد ثلاث الايام هذه أسامة الملولي سيريفا اليوم اعلن عدم مشاركته في الاولمبياد. والله شفتها تو من ساعه على الصفحه الرسميه لكن انا ديما نقول شفتها وقريتها ويزم واحد يحترز برشا يسوي ما نعرفش انا هل هذا رسمي ولا مش رسمي. هو هبط في يعني صفحته الشخصيه في فيسبوك لا نتاعو هي الصفحه مؤكد نتاعو هو 1000% انا حاولت حتى حاولت الاتصال به ما نجمش من الحصول عليه ما يردش على تليفونات ظهر لي ما يردش حتى على الزملاء الكل مسكر تليفونه وهو ما يهزش ما نعرفش شنو الديسيزيون اللي خذاه علاش في التوقيت هذا. على كل كان هو خذا القرار هذا هو رمى على هذا قراره وهو حر فيه. انا نظن انه خسر مشاركه سادسه اسطوريك تقعد في جيل نتاعو لكن احنا ما نجموش نفرض عليه بالسيف. الاكيد اللي احنا رسميا كلجنه اولمبيه حتى كلمني قلت له محل قال لي شفت الخبر قلت له شفته سالته قلت له جاتكمش حاجه رسميه قال لي ما جاتش لكن الصفحه الرسميه نتاعو كاتب هكا دونك قلت له ما نجمش نجاوبه هو حر هو خذا قرار وممكن ما نعرفش نجم نشوفوا نجم نشوفوا تفاعل من اللجنه الاولمبيه حل حاله الاشكال ولا سي نهائي الموضوع ما عادش فيما يتقدم. شو هو الاشكال بالنسبه للمدلولي محلول بالنسبه لنا احنا كلجنه اولمبيه وكوفد هنا معناها عنده الوقت نتاعو يجي ويلقى بيته ويلقى كذا واموره منظمه ما عندناش اشكال معاه لكن مش تقول لي مش يحلوا اشكالات اخرى ما نعرفش. المشكلة اللي صاير بينه وبينه بينه وبين الجامعة تاع السباحة أنا ما نجمش ندخل فيه وما نجمش حتى نحكي فيه لأنه حاجة الحق تفوتنا معناها كاللجنة الأولمبية. ثاني حاجة احنا اليوم رئيس اللجنة الأولمبية والكاتب العام والأعضاء الكل لاهين بالألعاب الأولمبية لاهين بالوفد ما نتصورش إلا معناها مش نخليه الوفد في أمور أخرى نقعدوا نحكيه على موضوع أسامة. اليوم موضوع أسامة إذا كان صحيح كما قلت أنت بالنسبة لنا الملف يجب يتسكر ما نقعدوش نحكيو برشا عندنا شيء اهم من الحكايات هذو. صحيح الملول بطل ونحبوه وماذا بينا يشارك لكن ما نجموش نقعدوا نحكيو على وضعيه الملول ونضيعوا الرياضيين نتاعنا ونضيعوا التركيز نتاعنا. احنا عندنا الرياضيين الاخرين جات ايناس بوبكري غدوه جايه انس جابر جاو تاع الاسكريم الكل جايه نهال جايه فرجاني موجود هنا هذوما اللي انا نقول من واجبنا احنا كوفد معناها كمسؤولين لازمنا نتلاو بهم ونحضروه. حتى اليوم عملنا اجتماعات احنا حتى اجتماعاتنا اليوم يا اسلام ما عادش نعملوها في عندنا البيروات ما عادش نعملوها في البيروات اللي نعملوها في الزوم تو برك خرجت من اجتماع حطينا فيه كل معناها المسؤولين على كل رياضه دخلنا فيه كل الاطباء وكل الكيميات اللي ماشيين معانا يعني اجتماعاتنا الكل تو مركزه باش تحضير الرياضيين نتاعنا وحكينا مع الرياضيين نتاعنا على اساس انهم ماذا بهم يركزوا على اللعب نتاعهم المشاكل اللي تخصهم والمشاكل اللي لقاوها قدام يبعثوا لنا المسؤول نتاعهم على الرياضه هذيك واحنا موجودين باش نحلوا الاشكاليات كلها. الحمد لله للساعه هذه ما عندنا حتى اشكال، الامور ماشيه باهيه، الرياضيين كل فرحانين بالسكنه، فرحانين بالناس، فرحانين بالميادين اللي قاعدين يلعبوا فيها. هذا تري امبورتون، هذوما لي كونديسيون الباهيين، هذوما لي كونديسيون الرياضي ينجم يعطي ما عنده وينجم ينجح في الرياضه نتاعو، هذا المفيد وان شاء الله ان شاء الله نقولوا ديما نقولوا ان شاء الله. معنا كيما جاوا سالمين من الكوفيد روحوا سالمين من كل يوم تشالسي حاجه يعملوها لتست فاليفات الناس الكل تعمل 18000 بالعمل معناها اليوم صار نقص في البروفات اللي صبوا فيها حاشاكم معناها التست اليوم ما فماش وحتى معناها عملنا ريكلاماسيون وقالوا لها غدوه راهو جايين خاطر كل واحد يشوفوه قداش مش يقعد من النهار. مثال انا مش يقعد 30 يوم ناخذ الدوزه نتاعي تاع 30 ايبروفات تاع شهر كامل ونجيب الواحد معناها تصور 18000 قداش 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 ونصور انا اليابانيين يعني محضرين واحد مجهزين
الاكيد هذا باش تحل المشاكل هذه. كل قداش يصير تيست هذا؟ كل يوم. كل يوم تعملوا تيست كوفيد؟ كل يوم الناس كل شوف الرياضيين والمسؤولين والعمال والبنيفرون والشرطة والحرس والطب الكل من هو بالصيلة بالألعاب الرياضية كل يوم عم تيست. لا خشمك لاباس معناها ولا كيفاش؟ لا تيست ساليفات. اوكي. مش تيست بالخشم. تيست بالساليف. اوكي على الأقل. بس انه معنويات الرياضيين نتاعنا كيفاش الظروف اللي قام نتاعهم ما كل شيء تمام؟ حكيت براتيكمون الكل اللي حكيت معاهم الكل اللي حكينا معاهم معنويات مرتفعه معنويات معناها ناس تحب تخدم ناس تحب تنجح ناس تحب تعمل نتيجه تعرف الالعاب الاولمبيه راهو مش كل يوم الالعاب الاولمبيه بالرغم من الظروف اللي احنا فيها لكن الناس كل معناها الحق المعنويات الى حد الان مرتفعه جدا جدا جدا. نستنوا فقط الميداليات. نستناو؟ نستناو فقط الميداليات معنا. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة شكرا لك سيدي على دخلك. بالمناسبة هذه غدوة عيد نحب نعيد على كل الشعب التونسي اكيد على كل الرياضيين التوانسة على كل الوفد الموجود هنا ان شاء الله عيد. عاملين برنامج غادي ولا صعيب شوية سيدي ذا؟ لا هما اللجنة المنظمة عاملة برنامج. ايش معنى عاملة برنامج؟ عندنا فما كوان حلال اللي معنى الاكل حلال غدوة مش يحطوا فيه الغربية اكثرية الماكلة هي الحمد. باهي برشا باهي برشا. قد الوقت عندكم تو؟ هكا هو توا 11:30 نتاع الليل. تاع الليل اي واضح. يعطيك الصحة. اليوم نسموه نخرجوا بكري علاش؟ خاطر اخر واحد دخل اليوم هو كما قلت خليل جدو بتو دخل. بالعاده يتعطلوا في المطارات نقعدوا من 3 ل 4 تاع الصباح كل يوم. ومن جيت عندي جمعة كل يوم نرقد 5 6 تاع الصباح. متعبة برشا اكيد. اليوم شوية خليل نستنى نتاعو شوية. الحمد لله سي خليل جا بكري. هاي اول الحمد لله بلغنا تحياتنا احنا هذا هاي. هذا واجبنا واحنا مجندين للشيء هذا وقت اللي خليت المسؤوليه انا والزملاء معايا في الوفد يعني نعرفوا على شنو قادمين الحق في اسامه وفي الهادي بن محمد ودرصا في الوحشي وملكة طبوبي وفيصل سوله قاعدين نخدموا في خدمه كبيره غدوه مشيخ طالينا في شاكر بالحاج ثم بعد بنهارين مشيخ في محرز بوصيان وفي اسكندر عشيشه يعني الحق منظمه الامور لاباس غالبينها توا غالبينها ان شاء الله. بلغ تحياتنا للوفد الكل سي ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل إن شاء الله. وكيف كيف توينسا الكل موزيكا بعد شويه مكملين في فير بلاي حتى الخمسه متاع